اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفي الكابتن حسام شعراوي، احد نجوم الكره الطائره الرجال كلاعب واحد نجومها كمدربين، وايضا هو ماسك فريق الشباب وحصد معاليه او حصد 3 بطولات في اقل من سنه. اهلا بيك يا كابتن حسام. اهلا بحضرتك، منورنا. حضرتك اسم كبير في الكره الطائره، وطبعا شرف ان حضرتك منورنا في قناه النادي. ربنا يخليك، الشرف لي انا والله ان انا شرفت النادي الاهلي وشرفت قناه الاهلي الكبيره العظيمه ديت. الحمد لله. طب كابتن، احنا عملنا تقرير كده عن حضرتك، مشوارك كلاعب وايضا مشوارك كمدير فني، نشوفه ونرجع لبعض. اعزائي المشاهدين، جهزنا تقرير يخليكم تعرفوا ايضا مين كابتن حسام شعراوي. حسام شعراوي، التلميذ النجيب في محراب الكرة الطائرة بالقلعة الحمراء، بعدما كان أحد أفراد الجيل الذهبي لرجال الماسترز قبل أن يستكمل مسيرته في التدريب داخل النادي الأهلي. استهل حسام شعراوي مسيرته في صفوف قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء متدرجا في مختلف فرق القطاع ومحققا 12 لقبا مع فرق الناشئين، لينضم إلى صفوف الفريق الأول بجوار محمد مصلحي وحمد الصافي وعبد الله عبد السلام، مساهما في حصد العديد من الألقاب والبطولات المحلية والقارية بلغت 14 لقبا. ولم يكتفي شعراوي بما حققه من ألقاب رفقة كتيبة الماسترز، فقد دفع عن ألوان علم مصر في المحافل الدولية، مساهما في التتويج ببطولة إفريقيا في 6 مناسبات بالإضافة لبطولة الألعاب الإفريقية والبطولة العربية وتمثيل الفراعنة في كأس العالم في 4 مناسبات. إنجازات شعراوي كانت كفيلة بمنحه وسام الجمهورية من الدرجة الثانية، والذي تسلمه من الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد التتويج بالبطولة الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية، ليأتي العام 2016 والذي شهد القرار الأصعب في مسيرة شعراوي الحافلة بالإنجازات، بعد أن قرر الاعتزال بعد أن تعرض لإصابة حرمته من استكمال مسيرته مع كتيبة نسور الأهلي والمنتخب الوطني. عقب الاعتزال قرر حسام شعراوي الاتجاه إلى عالم التدريب، فشغل منصب المدرب المساعد لفريق طلائع الجيش قبل الانتقال للتدريب في نادي الزهور، ومن ثم العودة مجددا إلى بيته في الموسم الماضي مدربا لفريق شباب طائرة الأهلي تحت 19 سنة. نجح حسام شعراوي في قيادة شباب طائرة الأهلي منذ توليه المهمة مطلع موسم 2018-2019 إلى التتويج ب3 ألقاب، آخرها بطولة الجمهورية التي حققها الفريق قبل 4 أيام. وجاء مشوار شباب الماسترز في بطولة القاهرة الأخيرة بالعلامة الكاملة، ولم يفرط سوى في شوطين فقط في كافة مواجهات الفريق، وتفوق شباب الأهلي على حساب فرق هيليوليدو، الزهور، بتروجيت، الشرطة، طلائع الجيش، مصر البترول وهليوبوليس. ولا تقتصر مهمة شعراوي على قيادة شباب طائرة الأهلي على حصد الألقاب والبطولات، فهناك المهمة الأبرز في إمداد الفريق الأول بالنادي بأبرز العناصر للدفاع عن شعار القلعة الحمراء في مختلف المناسبات، وكذلك تمثيل المنتخب الوطني، وهي المهمة الأسمى والهدف الأبرز الذي يتطلع له كافة الرياضيين.